أكد عمر مروان وزير العدل حرص القيادة السياسية على تحفيز الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. جاء ذلك في كلمته في افتتاح المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. تأكيدا على حرص الدولة المصرية الجاد والمستمر على تحفيز وجذب الاستثمار في إطار خطة طموحة للتنمية الشاملة، نظمت وزارة العدل بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار. وتعكس هذه الرعاية الرئاسية توجه الدولة المصرية الجاد نحو تحفيز الاستثمار وزيادته باعتباره محورا استراتيجيا وركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وهو ما أكدته القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار من أن الدولة عازمة على تحقيق طفرة واضحة في تشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال إجراءات حاسمة ومدروسة تعمل على مواجهة وتذليل كل العقبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع الهام في الاقتصاد المصري. وخلال الجلسة الافتتاحية أكد وزير العدل المستشار عمر مروان على مشاركة الوزارة مع مؤسسات الدولة المختلفة لتهيئة المناخ الداعم للاستثمار. هذا المنتدى يركز كل التركيز على إعادة هيكلة وتشجيع الاستثمار، طبعا يتجزأني عن الاقتصاد المستدام والنمو المستدام. فمن غير هذا المنتدى، من غير هذه الفرصة الحوار ما بين الدول في المنطقة وما بين الحكومة المصرية والبلدان التانية، نفقد فرصة ذهبية لنتكلم فيها النمو الشامل. المنتدى من أهم ما يمكن، وأنا الحقيقة سعيد جدا وفخور بأن يكون انعقاده في مصر حدث بالمستوى ده وبحجم الحضور وبمشاركة الوفود العربية والأجنبية وقضاة ومستشارين ورؤساء محاكم من كل أنحاء العالم، ودي حاجة طبعا جديرة بأن احنا نوليها كل الاهتمام الممكن. موضوع إعادة الهيكلة أو للتعبير الأدق الإفلاس وإعادة الهيكلة هو من أهم المواضيع اللي بتعالج قضية مناخ الاستثمار. يعد هذا المنتدى خطوة جديدة تقوم بها وزارة العدل لتطوير التعاون القانوني بين دول المنطقة وتبادل الخبرات والرؤى بين مختلف الأنظمة التشريعية والقضائية الإقليمية في مجال الاستثمار لاستعراض الممارسات الفضلة والصعوبات وصولا إلى بيئة قانونية متناغمة تساعد على إثراء الاستثمار بما يحقق نماء الأوطان ورفاهية الشعوب. تأتي رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتدى في نسخته الأولى لتؤكد عزم الدولة المصرية على تعظيم الاستثمار والمناخ الداعم له بآليات جديدة تواكب الواقع وتسهم في عملية النمو المستدام. من مقر انعقاد المنتدى أمل صبري، النيل.